تحية طيبة لكم جميعا مشاهدي ايتك انتربرينورز عبر قناة الحرة. نحن معكم هذا الأسبوع من لبنان، من العاصمة اللبنانية بيروت، وبالتحديد من باريتك، باريتك الحاضنة، باريتك مركز لتطوير الأعمال. قبل أن نبدأ كالعادة نتواصل دائما عبر بريدنا الإلكتروني itech@alhurra.com. يمكن مشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى من itech في أي وقت على صفحة الخاصة لقناة الحرة على موقع يوتيوب، والعنوان هو youtube.com/alhurra. آخر أخبار التقنيات والبرنامج تابعوها دائما من خلال فيسبوك وتويتر على itech show. باريتك هي مركز لتطوير اعمال، بزنس ديفلوبمنت سنتر، بزنس انوفيشن سنتر، فعندها ثلاث مكونات اذا بدك. واحدة هي الحاضنة التكنولوجيا يلي معروفة بالانكيوبيتور، يلي بتحضن هالانتربرينور، الفريق صغير شخص شخصين عنده فكرة بده يجي يقلع. ففي هالبيئة يلي بنعطيه مكتب وكل التجهيزات مشان يفوت ويبلش يشتغل بمشروعه، ومنساعده بكل يعمل جدوى اقتصادية أو بالماركتينج أو بكل المستلزمات من كل خبرة بقلب باريتك أو برات باريتك. شيء تاني من باريتك هو استضافة شركات بالتكنولوجيا، فهذا شيء من باريتك بيحوي على مساحة أكبر من المكاتب، مشان الشركة اللي طالعة من الحاضنة أو الإنكيبيتر تفوت على هيدا المساحة، أو شركة من برات باريتك حابة تفوت على قلب باريتك وتستفيد من كل هالخدمات يلي باريتك بتقدمها من نتوركينج أو من فيزيبيليتي إلى آخره. وثالث شيء من باريتك هو التمويل. كمان ضمن خدمات باريتك في عنا صندوق استثمار فنشر كابيتال 6 ملايين دولار من شان نساهم بشركات الستارت اب. باراديزيون انت قلت منتشره بالعالم وهذا شيء كثير حلو، لكن انتم شركه لبنانيه 100%. نعم، بالاساس باراديزيون هي شركه لبنانيه، ومن ثم انطلقت وتوزعت على عده بلدان. هذا المالتي تاتش تيبل اللي بيميزها اول شغله هي العدد تبع اليوزرز اللي فيهم يشتغلوا عليها، مشان هيك اكيد عندنا سايزات مختلفه لهالطاوله. اليوم نحن السايز الموجوده عندنا بالسوق الاكثر شيء عم نسوقها هي 103 انش، يمكن هي اكبر شاشه واكثر اكبر انتراكتيف تيبل موجوده اليوم بالعالم. وهلا نحن بصدر انه عم بتصنيع وحده 212 انش، هيدي راح تكون ديفينتلي اكبر انتراكتيف تيبل معموله هلا وموجوده بال. خلينا نشوف شو بنعمل انتراكتيفيتي بهالتيبل. اكيد هلا اهم شغله مثل ما عم تشوف حضرتك انه بطريقه كتير سهله فينا نعمل نافيجيشن بقلبها، نكبر نصغر نزيح. يعني في حيالله شخص حتى لو ما عنده أي نوهاو على الموضوع يقدر يشتغل بهذا الموضوع. هلأ الشغلة اللي كتير مهمة واللي بتميزها مثل ما عم تشوف حضرتك، تفضل نشوف فيديوز مختلفين. اكزاكت، يعني هودي كل لون هون نقطة كتير أساسية إنه فينا نفتح تقريبا فوق 150 فيديو بذات الوقت مع بعضهم إذا بدنا ونشتغل فيهم هن موجودين بذات الوقت على الطاولة. هنشوف هيدي ابلكيشن عملناها لخليفه اندستريال زون بابو ظبي. يعني حضرتك مثل ما هلا هون فتحت هيدا الماستر بلان تبع المشروع. اوكي، وهون عندك يوتيليتيز منيو ثاني مثل ما عم بتشوف، مثلا مثل سيستم جي اي اس انتجريتد بقلب هال. كل ما بغير بختار من المنيو بيطلع عندي اكزاكت الانفراستراكشر تبع الغاز تبع الطرقات تبع كل البنى التحتيه الموجوده لهالمشروع. هذا الابلكيشن بتقرا كل اللغات، اليوم اكثر من 17 لغه صار متبرمج فيها. مثلا اذا بيجي باخذ العربي، نعم اوكي، اللي هي مثلا اليوم شغله اساسيه بالمنطقه عندنا. هلا رح نشوف مثلا هذا ديجيتال بوك، اذا بدنا نبرمج بطريقه اكيد عم يقرا العربي، فينا من هونيك نكبره ونفوت بالتفاصيل تبعه. بس هون كمان نقطة أساسية لحتى نشوف قديه السنسيتيف تبعه، حتى يمكن قبل ما ندق بالصفحة تقلو عم تاخد التاتش تبعه لك. هلأ عم نشتغل نحنا إذا بدك، يعني شوف الانجن عم يشتغل ورا هيدا هون 3D. هلأ فرجيك الريل بعد شوي. 360 درجة
هون اللي كنا عم نحكي عنه هذه السينرجي انه من خلق الاس 3 دي للبرمجه تبعهم للتولز اللي عم نعرضهم عليهم. اذا بدك هذا اليوم اللي مخلينا انه نكون بالصداره تبع الشرك وقت نحكي مالتي ميديا فظيعين. هلا هون رح نشوف شغله ريل. هيدا فيديو 360 ريل. هون عم نحكي هو نفس الفيلا يلي تعمر عشو رجعنا صورناهم ما في كتير فرق، بس هيدا منه 3D، هيدا ريل هون. الكاميرا 360 فيديو مع السوفتوير انجينيرينج تبعها. يعني هون لما كانت الشركة اذا بدك عم تنكسر هيدا الذي يقولوا انه وي ديليفر، لانه بتتذكر بالكراش تاع هيدا فتنا لجوا. ثلاث انواع من الشركات موجودين بريتاك اليوم، وانتم اي سنه ابتديتوا؟ ابتدينا بال 2000 اوفيشلي 2001، يعني هلا صرنا 10 سنين عم نشتغل. بلشنا بسنتر هون حد بقلب الجامعه اليسوعيه حد كليه الهندسه، في عندنا مركز ثاني حد الطبيه ببيروت كمان بذات الحجم وذات الاكتيفيتي، وثالث مثل ما قلت الصندوق الاستثمار بلش بال 2008 يلي بيساهم دغري بالشركات التكنولوجيا. وكنت معه من اليوم الاول؟ كنت بال 2002، نص 2002 بلشت معه. من 2002 لليوم شفت اكيد تطور كبير. ايه. شركات واسماء كانت وظهرت واستمرت ولمعت وانطفيت. ايه صحيح. اذا بدنا نعمل بيلان ايه. على 10 شركات مثلا، كم وحده بتستمر تنطلق وبتحلق وكم وحده بتنطفي وما بنعرف عنها شيء؟ على 10 سنين بريتاك الفاميلي اوف بريتاك اذا بدك تعاملت مع فوق ال 150 شركه من ستارت اب او كومبانيز يلي موجوده. فهذا الريبرتوار اذا بدك اون افريج 10 او 15 بالسنه جديد، وتقريبا كلهم اذا بدك فوق 80% 85% ناجحين. يعني اذا بنرجع ل 10 سنين لورا، ادولاب هي اول شركه سوفتوير لبنانيه حولنا من خلالها كل المناهج التعليميه بلبنان تصير تنشغل على الكمبيوتر يوزينج انيميشن اوديو فيديو انتراكتيف اكسرسايزز. ومن خلال مسيرتكم من 2005 لليوم ربحتوا جوائز؟ صح، نحن ربحنا بال2007 جائزه ام اي تي اوورد لافضل مشروع بالعالم العربي بين 1650 مشروع تقدموا على هذه المسابقه. نحن عم نشوف هلا ديمو على فيزيك لصف البروفي. نعم جريد 9. رح نفوت على شابيتر معين. لكل شابيتر مفوت عليه في عنا الكور لابوراتوار كيو سي ام اكزرسيس واكسترا. رح نفوت على الكور. باراغراف 1 انتدكسيون بوركوا لو كريون بلونجي سومبل بريزي. مع كل ديفينيسيون سيانتيفيك بتقطع للتلميذ في الانيميشن ريليتد لقلب تفسرها. يعني صار التلميذ بيشوف الفينومان قدامه عم يتفسر بواسطه الانيميشن وبنفس الوقت عم يسمع الصوت. شيء جديد هذا من نوعه بلبنان وحتى بالعالم. التلميذ من خلال اللعبه تبعيتنا رح يقدر يدرس مات، رح يقدر يحسن الكالكول مونتال تبعه، اوكي، ورح يقدر يتحدى غيره مش بس بلبنان بكل العالم. اوكي، لكن مثل ما شايفين هون في عنا الايكويشنز اوف مات، هون في عنا 1 ضرب 4 وهون في الجواب المحتمل. الجواب المحتمل صح. هلا بس اكبوس بتسرع السيارة. هلا انا اخر واحد ما كنت عم بكبوس، رح جرب اكبوس والعب ضد الكمبيوتر. هلا 8x1 8 5x5 25. صرت الثاني لحديت هلا. كل ما عم تعطي اجابة صحيحة عم تسرع السيارة، عم تسرع السيارة، وكل ما كبست اسرع بتسرع سيارتي اسرع من غيري حتى لو جاوبت صح. لكن رح نشوف بعد ديمونستريشن على الشابتر اوف بيولوجي، لكن مثل ما شفنا قبل هول كل الشابترات اللي بيعوزهم التلميذ. رح نفوت على شابتر 3 فوالا. وهون عم نشوف مثلا القلب كيف عم بيشتغل، كيف يعني بيضخ الدم، كيف بيضخ الدم، كيف الاكسجين بيفوت، السي او 2 يلي بيظهر من القلب، كلها معموله بطريقه انيميشن مثل ما شايفين. يعني هيدي الانيميشن كتير بتسهل العملية التربوية للأستاذ بقلب الصف وعم يشرح دروس تبعيته. يعني بدل ما يرسموا إياها على اللوح بالطريقة التقليدية للتلاميذ ويقول لهم من هون بيفوت الأكسجين من هون بيظهر الدي أكسجين، صار عم بيشوف الأشياء الميكانيزم تبع القلب كيف يشتغل قدامه. أوكي، نحن موجودين بقلب بريتاك بول تكنولوجيك تبع بريتاك، في أرقام تليفون وفي إيميل وفي ويب سايت. شو الإيميل؟ الإيميل الشخصي هو eli@edulab.com.lb.
اوكي، وفي عندنا ويب سايت edulab.com.lb كمان. مشاهدي اي تك انتربرينورز عبر قناة الحرة، نتابع معا بعد الفاصل هذا اللقاء من العاصمة اللبنانية بيروت من مركز بريتك لتطوير الأعمال والحاضنة للأعمال الناشئة. تتابعون اي تك عبر الحرة والحرة دوت كوم ويوتيوب دوت كوم سلاش الحرة، وآخر أخبار التقنيات والبرنامج من خلال فيسبوك وتويتر على اي تك شو. تابعونا اي تك عبر الحرة والحرة دوت كوم ويوتيوب دوت كوم سلاش الحرة، وآخر أخبار التقنيات والبرنامج من خلال فيسبوك وتويتر على اي تك شو. مشاهدي اي تك عبر قناة الحرة، نعود إليكم بعد هذا الفاصل لمتابعة اللقاء من العاصمة اللبنانية بيروت من مركز بريتك الحاضن للأعمال الناشئة والمركز لتطوير الأعمال. بريتك على 10 سنين، شو أهم الصعوبات؟ مادية؟ لا شك أكيد من الصعوبات صعوبات المادية، لأنه بكل هي هذه مؤسسة إذا بدك أو مركز طالع من مبادرة برايفت خاصة، فخاصة ما إلا أبدا دولة أبدا أي استثمار فيها أو أي مساعدة. وكل بلدان العالم نعرف أنه مراكز تطوير الأعمال بيساهموا فيها الدولة أو بيدعموها، فبريتك هي مبادرة خاصة، فالتمويل بيجي من الخدمات يلي بنعرضها بريتك، فنضطر انه قد ما فينا نعمل ايفنتس وخدمات والى اخره منشان نكون سستينبل ونقدر نمول بريتك. هلا وكتر خير الله بكل هالسنين قدرنا نبرهن انه عم نقدر نكون سستينبل، وكل شيء اذا عملنا اكسترا بنرجع بنعمل انفستمنت ببريتك وبكل النشاطات تبع تعملوا بريتك، وهيك قدرنا نخلق بريتك تاني اكيد، وصندوق الاستثمار كمان يعني حطينا نحن اول اذا بدك اول اذا بدك بيمنت، وقدرنا نجمع حواليه كمان ستيك هولدرز او شير هولدرز مستثمرين. ألمنت أن شركة لبنانية 100%؟ شركة 100% لبنانية، فيها شراكة أنا أسستها مع مارك سالم، وفيها مستثمر اسمه بريتك فند. شو بتعملوا بألمنت أن؟ بألمنت أن عندنا نوعين من البرودكتس. في برودكت اول نوع من البرودكت هو سولوشنز، حلول لشرك التليكوم، والبرودكت الثاني هو شيء هذا اكيد عم نسمع فيه اكثر واكثر اسمه كلاود كومبيوتينج، بس اول اثنين هن الحلول اللي بنقدمهم لشرك التليكوم للموبايل اوبريتورز يعني اللي بنسميهم اكثريه زبوناتنا هون بالمنطقه العربيه. رح نحكي عن شغلتين، واحد اسمه سيلف كير، برودكت اسمه سيلف كير. سيلف كير هو وقتها اي مشترك بخدمه الموبايل فون بده عبر الانترنت يغير سيرفيسز، يدفع فاتوره، يشوف لمين حكي، وين حكي، يقارن فاتورته هالشهر بالشهر الماضي. لكن الثاني سيرفيس نوليدج سنتر، فعندنا نحن نظام بيجمع كل المعلومات الموجوده بالاوبريتور، بيخلي الوصول للمعلومات سريع جدا للموظف اللي بالكول سنتر. يعني هو اهم شيء انه بس يجي سؤال يقدر يلاقي هالسؤال بخلال 10-15 ثانية، 5 ثواني، يعني ما يقعد دقيقتين حتى يقدر يلاقي الجواب على السؤال. الكلاود كومبيوتينج هو دومين واسع كتير. الكلاود كومبيوتينج بالعربي تنقول الاسم هو اسمه الحوصلة السحابية. هلا الكلاود اليوم هو اكتر شيء دارج بالانترنت، في شرك كتير، في شرك عنا بالشرق الأوسط، في شرك كتير بالأسواق المتطورة يعني عالمية. هلأ نحنا عنا سولوشن بالكلاود، بس نحنا متخصصين يعني بشغلة محددة، هي أول شيء نحنا منسهل للموبايل أبليكيشن. يعني أي واحد بده يكتب موبايل أبليكيشن، بده يكتب أبليكيشن على سمارت فون، على آيفون، على بلاك بيري، على أندرويد إلى آخره، بده إنفراستراكتشر، نحن بنأمن له هالإنفراستراكتشر. نحن السولوشن اللي عنا إياها أوبتمايزد لهالنوع من الأبليكيشنز، هذا واحد. اثنين، السولوشن اللي عنا إياها كمان بحكم أنه نحن عنا خبرة طويلة مع الأوبريتورز، مع الموبايل أوبريتورز، نحن فينا نساعد الموبايل أوبريتور أنه هو يصير كمان كلاود
للديفلوبرز اللي بدهم اللي يعني للديفلوبرز بيهمهم السوق. الكلاود كومبيوتينج بلاتفورم اللي نحن عملناها اسمها اب ستراتا هي حل مناسب للاوبريتور اللي يصير عنده كلاود. هلا نحن موجودين بلبنان ببريتك وموجودين بنيويورك. مكتب نيويورك هو مكتب از سيلز اوفيس، عندنا فيه سيلز وماركتينج، ومكتب بيروت هو المطبخ يعني. كل الديفلوبمنت بيصير هو بيروت، والسيلز على الشرق الاوسط هو بيصير من بيروت. يعطيكم العافيه. اذا بده يتصلوا فيكم او المعرفه معلومات اكثر عن element n elementn.com وappstrata.com. مثل ما عم بتقول يعني نسبه عاليه من النجاح اجمالا معروف بالانتربرينورشيب، في كتير بيفشلوا والقليل اللي بينجحوا. صحيح، بس من خلال بيريتاك نحن بنعمل سكرينينج، يعني بس واحد يجي على بيريتاك بنشوف بندرس معه شو المشروع والى اخره، بنقول له يعني يا بده يا بيمشي حاله ما بيمشي حاله، او في اكيد ما حدا عنده كريستال بول يعني بيعرف اذا رح يمشي حال المشروع او لا، بس بنقدر نقدر مع خبرتنا وخبره الخبراء اللي بتساعدنا نشوف اذا هذا له بوتنشل ولا لا. فبس يفوت من خلال بيريتاك اكيد بيكون عنده تقريبا شانس انه 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 فكرته تنجح، التيم بيبقى مرتب والفكره مرتبه، واكيد بدعم كمان الفريق عمل تبع بيريتاك كمان بتساعد اكثر حظوظ الانتربرينور او الشركه انه تنجح وتكبر. باترفلاي هن عوينات سباحه بيقيسوا نبض قلب السباح هو وعم بيسبح. هو بالسوق اليوم ما في مونيتور بيقدر يقول له للسباح شو الهارت ريت تبعه، فيهم يا يلبسوا ساعة بس لازم هن وعم يسبحوا يوقفوا يقروا الرقم يرجعوا يكملوا، أو في تبع الإصبع كمان ما بتزبط على السباحة. بقى الكوغلز اللي هن فكرتي أول هارت ريت مونيتور للسباحة. أنت اختصاصك شو بالجامعة؟ أنا درست هندسة ميكانيك بالإيو بي، بس هي كان عندي الفكره من زمان من اول ما بلشت سباحه بالايو بي. البروتوتايب معنا اليوم حنشوفه وتخبرينا من شو مكون وكيف بيشتغل. انا اشتريت جوجلز اوريدي موجودين بالسوق وطورت عليهم. في من جهه اذا بتشوف هون السنسور اللي بيقرا نبض القلب من الارتري اللي بتمرق من حد العين، واللي هي ريميفيكيشن لهيدي الارتري الكبيره اللي بتمرق ان ذا نيك. وبعدين السنسور بيعطي السيجنال للسيركت اللي هون. خليني افتح هذا فرجيك. نفرج الكاميرا. هذا السيركت من شو مؤلف خبرينا. اوكي، في هون سكرين وبتنز. السباح بينقل تارجت هارت ريت تبعه وبيحطه من السكرين بالبتنز، بيرجع السنسور بيبعث السيجنال للمايكرو كنترولر اللي ورا هون، وبيصير في بروسيسنج بكل هيدا البارت من السيركت. مايكرو كنترولر هون مزبوط، هيدا الاسود اللي هيدا الاسود والسنسور هون. هيدا السنسور هي السنسور بتدق هون حد العين مزبوط، تغري بيجي هون وبتنقل دقات القلب. لكن هي الجهه من نظرات السباحه السنسور يلي بتحسب دقات القلب مزبوط. الجهه الثانيه شو فيها؟ من الجهة الثانية في البطاريات. البطاريات في ثلاث بطاريات هون، وفي البوتنز اون اوف. خلينا نفرجيهم شو نوع هدول البطاريات. هن بطاريات 3 فولت عادي يعني بنلاقوا بالسوق. صار عندي باتنت او براءه اختراع بامريكا. في براءه اختراع بامريكا باسمك الشخصي؟ باسم الشخصي. في قسم الثاني عم بخصصه لنموذج ثاني يكون أصغر وزن أقل، يكون جوجل واحدة بدل ما يكون كيسينجز مركبين على جوجل. أها، يكون كله مع بعضه. Exactly. والاسم شو سميتيهم؟ هو باترفلاي لأنه باترفلاي هو نوع من السباحة وأصعب واحد، سو بيبين التشالنج اللي فيه بالجوجلز. وباترفلاي بتنكتب EYE آخر شيء تيعمل أمفاسس على العين. مظبوط، لانه انا عم بقيس الهارت ريت من حد العين. اذا حدا عم يشاهدنا بايتاك انتربرينورز على الحره وحب يتصل فيكي لاي سبب ما متعلق بالجوجلز، يمكن تمويل، يمكن ارشاد، يمكن طرح اسئله، وين بيروح؟ فيه يبعث لي ايميل.
يلي هو حبيقهند@gmail.com حبيقهند@gmail.com. للاتصال فيكم، الاتصال ببريتاك، يمكن المجيء لموقعكم، كيف الوصول؟ في عنا الويب سايت beritech.org، في عنا بلوغ blog.beritech.org كمان بيشوفوا نيوز وكل اللي عم بيحصل ببريتاك والإيفنتس، في عنا تويتر @beritech، في عنا فيسبوك بيج، في عنا لينكد إن بيج، والإيميل كمان info@beritech.org إذا بدون يبعثوا لنا أي سؤال. نيكولا روحانا، thank you، شكرا لاستضافتكم. شكرا لنا لأيتك أنتربرونورز عبر الحرة، وأهلا وسهلا فيك. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. إلى هنا مشاهدي ايتاك انتربرونورز عبر قناة الحرة نأتي لختام هذا اللقاء من العاصمة اللبنانية بيروت، وبالتحديد من مركز بريتاك، بريتاك الحاضن للأعمال الناشئة والمركز لتطوير الأعمال. الأسبوع المقبل نلتقي بكم بمكان آخر في العالم، إلى ذلك الحين نتواصل دائما عبر بريدنا الإلكتروني itech@alhurra.com. يمكن مشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى من iTech في أي وقت على الصفحة الخاصة لقناة الحرة على موقع يوتيوب، والعنوان هو youtube.com/alhurra. آخر أخبار التقنيات والبرنامج تابعوها دائما من خلال فيسبوك وتويتر على iTech Show. أنا توفيق جبران، شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.